أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. السفهاء منا حسني إن صورته لا تكاد تفارق ذهني، بل إن الأحداث التي تعيشها مصر في هذه الأيام تعيد إلى أذهاننا جميعاً جملة حفظناها كلنا منه، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر على مائدة المفاوضات. نشكرك ولا نفكرك ونخلع ونترك من يخدمك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك في تاريخنا. إن عذابك الجد بسبب هذه الجملة. اللهم لم تكن تمهلينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إذا التقينا، وأشهد